ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. النهارده بقى فيديو هنتكلم فيه عن اتوميك ساموراي. الحمد لله قدرت اجيبه النهارده اهو بعد 40 فتحه، يعني قعدت العب كتير واجمع كتير، حتى ايفنت الربيع ده انقذني. يعني معرفش صوت عالي صوت عالي كده، بس يعني انقذني. مهم، قبل ما نبدا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، يا رب يكون شهر كريم عليكم كده يا رب، وتبقى ايام حلوه عليكم ان شاء الله. ده بقى في شرح اتوميك ساموراي. انا وصلت باور 7500 ولسه هزوده. يعني طبعا يا جماعه، انت اول حاجه، بس قبل ما تجيب، انت يعني ما تجيب قصدي اتوميك ساموراي، انت مش هيبقى معاك، لحظه بس كده، انت مش هيبقى معاك اللي هي البطاقه بتاعته، اي بطاقه، سواء الار الاس ار الاس اس ار. لو مش عندك اي بطاقه من بتوعه، اعمل زي كده. انا بدوس على الموبايل هنا، ده بدوس على اللي هي ارمس سبلاي اسبليت اللي هي دي جنب كويست دي. هنا بقى بيخليك تبيع اللي هي البطايق ملهاش لازمه، انت بيع البطايق اللي ملهاش لازمه عندك. مثلا انا ببيع مثلا دي، مثلا انا ببيعها، بيديني كل بطاقه بيديني واحده من البتاع السودا دي، لحد ما يبقى معاك فوق 60 واحده اعتقد، اللي هي بتاع السودا دي. بص، بعت 2 بقى عندي 19. بعد كده لما توصل 60 اعتقد تروح الشوب. ايه الشوب؟ لا مش هنا الشوب اهو، هتلاقي بطاقة اتوميك ساموراي اهي ب 60، تشتريها وتستخدمها بقى. نبدأ بقى في الشرح، الميموري والحاجات دي. طبعا يا جماعة، الميموري هو عامة شخصية النسب بتاعتها، يعني انا هنا مزود له اتاك 2000، ومزود له الكريت 32% مع 5% اللي عنده، والكريت دامج 15%. هو شخصية بتعتمد على الكريت يعني هو بيعتمد على الكريت والحاجة اسمها فين يا رب، شايفين يا جماعة كلمة اللي ايه، كومبوسور ريدكشن، مش عارف اقراها يعني كويس، بس هي دي. لا هي دي يا جماعة، كومبوسور ريدكشن، هي دي. دي يا جماعة ايه لازمتها؟ دي يا جماعة، انت مثلا بتيجي تضرب البوس، بيبقى فيه درع كده تحت دمه لونه ذهبي، انت بقى يقعد يقل لحد ما يتكسر. هوريكوا صورة يعني في الفيديو عشان تفهموا اكتر. قصدي الدرع ده بقى يا جماعة، الكومبروس ريدكشن دي بتخليه يتكسر بسرعة، يعني انت دي بتديك دامج زيادة على الدرع ده وخليه يتكسر بسرعة، فدي ميزة جامدة قوي. هو بيعتمد على الميزة دي، فانا همزود له هنا 1500، وبيعتمد على الكريت طبعا عشان دمجه عالي في الكريت. فتحط ايه بقى؟ انا هنا حطيت له اهم حاجه تحطها، اللي هي دي تزود كريت 10%. انت مثلا حط على قد ما تقدر، لو حطيت اربعة منها في كل قطعة ميموري هيبقى عندك 45% كريت. انا حطيت واحدة بس اعتقد، فمنفع 10% عشان معليش كتير منها بتيجي في نوفين يعني. وتاني حاجة تحطها ال increase attack، دي بتزود الاتاك بونص 3% والاتاك 54%. وتحط هي طبعا دي اهم حاجه، دي بتاعت الميزه بتاعته برضو اللي هي بتاعت اتوميك ساموراي، بيزود الكومبات باور بتاعته دامج، يعني بيديه 10% دامج لمده 35 ثانيه، وانت كل مره تبدل بين السيفين، فانت لو حطيت منها 3 يبقى عندك 20% دامج اجمالي. وكمان عندك دي بتزود الكريت ريت برضو مهمه، ودي بتزود الكريت دامج كويسه برضو، كريت دامج دي مش مهمه قوي، بس انا هي محطوطه عندي كده. دي نفس الكلام، بتزود دامج يعني مش مهمه قوي، يعني اهم حاجه دول. واهم حاجه يا جماعه التانيه اللي هي اللي اسمها الرايت بريك، دي لو عندك حطها، يعني دي حطها وش حطها اكيد. دي الرايت بريك دي بتزود الكومبو ايه، مش هكون شاف انتها كومبو سور ما علينا. ليه زي يا جماعه كومبوسور ريدكشن دي اللي قلت لكم عليها، بتقلل الدرع بتاع البوس بسرعه. هنا بيديك 3% بونص زياده و70%، فحلو قوي لو عندك حطها، مع طبعا اللي قلت لكم عليهم اللي هي كريت وريت واتاك وكريت ريت وكريت دامج، دول برضو اهم حاجه. يعني انت بقى اعتمد في الميموري عنده على الكريت والكريت دامج والاتاك والكومبوسور ريدكشن دي بس، هو ده اهم حاجه تحطها له، والدمج عنده هيبقى عالي. انا مثلا حطيت له الحاجات دي لسه، يعني مش احسن حاجه، بس حرفيا الدمج بتاعه بقى خارق، الكريت عنده جاي عالي جدا، وبيشيل الدرع بتاع البوس بسرعه، ودمجه عالي جدا. ف
فبس يا جماعة، ده كان شرح كده سريع على الأتوميك ساموراي، يا رب يكون أفدتكم. لو حابين أنزل على شخصية تانية معينة قولولي، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.